السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي ليكم جميعا. النهاردة أنا عايزة أقول لكم على الإيفنت بتاع شركة جناس اللي هيكون عندنا في القاهرة بإذن الله. زي ما أنتم عارفين إنه شركة جناس منتشرة في 156 دولة وعندها فروع في 92 مقر حتى الآن وفي ازدياد، وطبعا هي بتنزل البلاد اللي هي موجودة فيها وتعمل ايفنتات او مؤتمرات. فعندنا احنا الليد 2022 في القاهرة هيكون ان شاء الله يوم 11 مارس. دي فرصة رائعة جدا جدا. اول حاجة لو انت او انت وكيل في الشركة فطبعا حلو قوي انك تحضر او تحضري الايفنت وتشوفي أو تشوف الشركة والعالم الجميل من خلال العمل من خلالها، وتشوفي السبيكرز وتسمعوا قصص النجاح للناس اللي شغالة في مجال التسويق الإلكتروني والبيع المباشر. طيب، الناس بقى اللي هي مش مشتركة فرصة جميلة برضو إنه مرشحين يحضروا معايا الإيفنت ويشاركوا معايا في ان هم يشوفوا قد ايه الشركة رائعة وقد ايه الشركة ممتازة، وان احنا ممكن نكون وكلاء ليها ونعمل افضل عمل هو من خلال الانترنت ومن خلال اكبر صناعة، ويكون عندنا دخل من الشركة وان شاء الله تكبر الامور معانا يوم بعد يوم. أنا عايزة أقول لكم إزاي تحجزوا التذكرة بتاعتكم، سواء ليك كوكيل أو لو معاك مرشحين، إزاي تعملوا تذكرة وتحجز التذكرة من خلال الموقع. أنا هشير معاكم دلوقتي الأكاونت، هفتح لكم أنا أكاونت عندي. أنا طبعا بالنسبة لي حجزت التذكرة بتاعتي خلاص وبقت عندي علشان دي اللي هدخل بيها، لانه يوم الايفنت بيكون فيه ريجستريشن، فلما بنعمل ريجستريشن بيطلبوا الكود بتاع التذكره او التيكت اللي انت حجزته او انت حجزتيه. هنفتح الموقع بتاعنا عادي جدا، هنيجي عند ساين اب. انا هدخل على اكونت عندي اي بلس وهوريكم ازاي نحجز. هندخل الاكونت عادي جدا، نعمل ساين ان، نحط اليوزر نيم والباسورد بتاعتنا، وبعدين نروح عند ايفنتس. شايفين انا والت ماي بزنس شوب سمارت دليفري ايفنتس، اروح عند ايفنت وافتح ايفنت كاليندر. كاليندر اللي هي الرزنامه او التاريخ يعني. تيجي انا هنا عندي عشان انا في فبراير دلوقتي، فالكاليندر بتاعت فبراير ايرلي زهراري، لا انا هروح على مارش، على مارس، واشوف يوم 11 مارس اهو، يوم 11 لي 2020 كايرو. هدوس هنا علشان احجز التيكت من خلال الموقع بتاعي. طيب التيكت بكام؟ ليد 20 او بيقول لي لي 2022 كايرو ايجيبت تيكت ريجستريشن، يعني تسجيل التذكره اللي هنحضر بيها. بليز سيلكت ا تيكت، بدوس بقى هنا بيقول لي اختاري ليد 22 كايرو سينجل تيكت ب 7 دولار، تذكره واحده ب 7 دولار. ودي الانفورميشن اللي هي متسجله عندهم، اللي هي بتبقى اليوزر نيم والفول نيم والايميل. باجي وبقول اوكي انا هشتري التيكت ديت، ده علشان اراجع الرولز بتاعتها، وبدوس وبقول بروسيد بريفيو ريفيو، وادي الايه التيكت، وادي في الاخر بيطلع لي الثمن بتاع التيكت طبعا 7 دولار، وفي في تاكسز هتبقى بوينت بوردر شارجر في 0.98 سنت، يعني الموضوع هيوصل 7.98 دولار، يعني تقريبا 8 دولار. بدوس طبعا بشوف ايه اللي انا هدفع، ازاي هدفع، بكريدت كارد ولا هدفع بالوالد، محفظتي على جنس اذا معاك فلوس او معاكي فلوس على المحفظه، او بساين اب توكن، يعني بندفع بطريقه وبنكمل وبندفع. طبعا لو انا خليني ارجع باك واوريكم، لو انا عندي معايا مرشحين هيحضروا واكدوا عليا ان هم هيحضروا، فهو بيقول لي Do you need to purchase additional tickets؟ يعني عايزة تشتري
تذاكر اكتر، بقول له يس وبكمل برضو الشراء. طبعا مهم قوي انه نحضر الايفنتات ونحضر المؤتمرات بتاعت الشركة بتاعتنا، ونطلع على احدث حاجة في الايفنت. هيكون معانا شخصيات عالمية شغالة في المجال، هيكون معانا ناس نجحت وحققت نجاح رائع، فمهم ان انا احضر واخد الخبرة واسمع من الناس اللي هي بتمارس المجال واللي حققت نجاحات كبيرة على مستوى العالم منه. ده بيديني شحنة إيجابية، بيديني فكرة أكتر عن المجال اللي أنا شغالة فيه، وبيديني الأمل والفرصة إني زي ما الناس دي اتحققت أنا ممكن أحقق. لأنه if you see success just copy، إذا لما تلاقي نجاح وتلاقي ناس ناجحة اعمل زيهم عشان تنجح زيهم. تحياتي ليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.